ورجعنا لحضراتكم بقى بعد الفاصل عشان نكمل حلقتنا، وطبعا لازم نتابع فرقتنا في الكاميرون ونشوف هم وصلوا لحد ايه دلوقتي. طبعا التمرين شغال، تمرين النادي الاهلي شغال في الكاميرون، اول تدريب ليهم بعد السفر من جنوب افريقيا للكاميرون. وهنروح لمراسلنا اللي هناك وفريق عمل النادي الاهلي، الحقيقه قناه النادي الاهلي فريق العمل عمل مجهود كبير جدا من جنوب افريقيا للكاميرون، حاجه عظيمه جدا يعني. معانا زميلنا المجتهد جدا فاروق صلاح معانا. عبد الرحمن برحب بيك طبعا، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويعني احنا دايما يا عبد الرحمن بنحاول ان احنا نحط جمهور النادي الاهلي ونقربهم في الصوره ونحطهم في الحدث، سواء من جنوب افريقيا او هنا في الكاميرون او التحديد جروه. ان شاء الله يا رب تكمل على خير يا عبد الرحمن، والنهارده ان شاء الله يعني ده التدريب الاخير، وان شاء الله تكمل على خير غدا باذن الله فريق النادي الاهلي يحقق انتصاره على فريق القطن الكاميروني. طيب قول لي بس الرحله من جنوب افريقيا للكاميرون كانت عامله ازاي؟ المشقه اللي قابلتكم ايه؟ استقبال طبعا معالي السفيره ليكم في المطار، عرفني كده الاحداث اللي حصلت من الرحله من جنوب افريقيا للكاميرون. يعني خليني يا عبد الرحمن في البدايه احطك في الصوره طبعا من الامس والتحرك من جنوب افريقيا. طبعا الفريق كان ادى مرانه الاخير في ملاعب جامعه بريتوريا في تمام الساعه 9 صباحا، تدريب يعني تقدر تقول واحد من اهم التدريبات لفريق النادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه. غلب عليه الحماس الجديه اللي شايفينه في وجوه اللاعبين، تقدر تقول اول تدريب بعد مباراه ماميلودي سان داونز، تشوف ان المستر مارسيل كولر ابتدت ترجع له الابتسامه مره ثانيه، خلاص يعني طوى تماما صفحه ماميلودي سان داونز، وده اللي طالبه من اللاعبين، خلاص نقفل تماما في صفحه مباراه ماميلودي سان داونز، ولكن لن عوده ان شاء الله في هذا الامر وفي الحديث في هذه المباراه سواء من قبل الجهاز الفني او مع اللاعبين. لكن التركيز دلوقتي بينصب على مباراه القطن الكاميروني عقب اداء التدريب الاخير في ملاعب جامعه بريتوريا. عاد الفريق الى مقر الاقامه في فندق الاقامه في بريتوريا، ثم كان للتوجه الى مطار جوهانسبرغ اللي بيبعد عن بريتوريا ب 45 دقيقه، ثم استقلال طائره خاصه من مطار جوهانسبرغ والتوجه الى مطار جروة في رحلة طيران استغرقت الخمس ساعات. طبعا كان الوصول بالأمس في تمام الساعة 9:30 بتوقيت الكاميرون، العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة. طبعا مصر بتتقدم في التوقيت عن الكاميرون بساعة، فبالتالي كان الوصول إلى مطار جروة كان في استقبال يعني بعثة فريق النادي الأهلي معالي السفيرة داليا فايز سفيرة جمهورية مصر العربية لدى الكاميرون، اللي قايمة بدور كبير جدا في يعني تنسيق وترتيب كافة الأمور طبعا بالتنسيق مع مسؤولي النادي الأهلي الممثلة في بعثة رئيس بعثة فريق النادي الأهلي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ طارق أنديل، رئيس بعثة فريق النادي الأهلي الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ، التنسيق والترتيب كافه هذه الامور. يعني عايز اقول لك ان هي واحده من السفريات اللي بوزل فيها مجهود كبير جدا، سواء من قبل الاستاذ طارق انديل والجانب الاداري في النادي الاهلي للتنسيق طبعا ما بين السفريتين ما بين جنوب افريقيا وما بين جروه. سريعا تم التحرك من مطار جروه الى فندق الاقامه عبد الرحمن اللي بيبعد عن مطار جروه بخمس دقائق بالظبط، يعني فندق من افضل يعني الفنادق الموجوده هنا في جروه، اللي طبعا تم انشاؤه وتاسيسه مؤخرا طبعا بالتزامن مع بطولة افريقيا وامم افريقيا اللي نظمتها الكاميرون. بيبعد عن الفندق بيبعد عن المطار بخمس دقائق. سريعا تم تسكين الفريق او تسكين البعثه طبعا سريعا الى كل اللاعب الى غرفته. طبعا يومنا بدا النهارده ب يعني امور كتير جدا، تقدر يعني نحط الجمهور بقى ونقربهم من الصوره النهارده، ان كان تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم كان التحرك سريعا من قبل مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي ورامي ربيعه كابتن فريق النادي الاهلي اللي حضروا المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه اللي كان في استاد روماندي اجي، وهو الاستاد اللي هيستضيف احداث اللقاء. تم الحديث طبعا عن الامور كتير جدا في هذه في هذا المؤتمر. خلاص يعني مستر مارسيل كولر قال احنا عندنا دوافع كتير جدا ان احنا نكسب، بيقابلنا نفس الامر ان فريق القطن الكاميروني عايز يحقق نتيجه، احنا عندنا الدوافع هم عندهم الدوافع، لكن الدافع بالنسبه للعيب النادي الاهلي اكبر. احنا النادي الاهلي والنادي الاهلي دايما بينافس على البطوله، وهدفنا مش مجرد الفوز، هدفنا ان احنا نلعب للمباراه الاخيره وان احنا نحرز الكاس البطوله. ايضا نفس الكلام اللي اتكلمه الكابتن رامي ربيعه، ان احنا كلاعبين خلاص قفلنا صفحه مباراه ماميلودي سان داونز، عندنا متطلبات، عندنا امور كتير جدا بيفرضها علينا ارتدائنا لقميص النادي الاهلي، امور كتير جدا طبعا تم التطرق ليها في المؤتمر الصحفي. ثم كانت العوده الى يعني فندق الاقامه وتناول اللاعبون وجبه الغداء كانت في تمام الساعه
الثانيه. حاليا يا عبد الرحمن احنا موجودين في استاد جروه او استاد روماندي اجي، وده اللي هيستضيف احداث اللقاء. خليني برضو من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي نقول ان اداره القطن الكاميروني خلاص قررت بالسماح لكل الجماهير بالدخول الى ارض الملعب مجانا، ودي يعني بادره من مسؤولي القطن الكاميروني من اجل حشد الكثير من الجماهير في هذه المباراه. الفريق طبعا بيأدي تدريبه الان على الاستاد اللي هيستضيف احداث المباراه. خليني اقول لك برضو عبد الرحمن، انت عارف ان احنا من خلال قناه النادي الاهلي دايما بننقل الصوره بكل بمنتهى المصداقيه. درجه الحراره حاليا في نفس توقيت المباراه افضل من رائعه، افضل من ممتازه. نتمنى استمرار درجه الحراره في يعني في نفس هذا المعدل غدا ان شاء الله. ايضا ارض الملعب واحده من الملاعب اللي احنا كلنا اتفاجئنا بارض الملعب، طبعا ارض ملعب ممتازه جدا ان شاء الله. لاعبي النادي الاهلي يكونوا قادرين طبعا على يعني تاديه مباراه ممتازه غدا باذن الله ان شاء الله. بعد انتهاء المران هيكون التحرك والعوده الى فندق الاقامه. طبعا مستر مارسيل كولر هيعقد محاضره بالفيديو النهارده مع اللاعبين في تمام الساعه 7:30، ثم هتكون وجبه الغداء في تمام وجبه العشاء معذره هتكون في تمام الساعه 8:00. طبعا الاجتماع الفني عبد الرحمن احنا دايما متعودين ان الاجتماع الفني الخاص بالمباراه بيكون طبعا في بدايه اليوم، ولكن هنا طبعا احنا بلغنا ان الاجتماع الفني الخاص بالامور بقى التنظيميه والتنسيقيه الخاصه بالمباراه والزي الخاص بكلا الفريقين الاجتماع هيكون في تمام الساعه 8:00 مساء. طبعا هيحضر الاجتماع من جانب النادي الاهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سمير عادل، الكابتن ماهر عبد العزيز، الكابتن محمد اسامه، والكابتن كرم اللي هو المسؤول للطاقم الاداري في النادي الاهلي. ان شاء الله نتمنى طبعا التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. تقدر تقول يا عبد الرحمن ده كان يعني ملخص تواجدنا هنا في جروه، لكن انا موجود طبعا معاك عبد الرحمن لو انت حابب تطمن على اللاعبين على اي امور. احنا موجودين معاك عبد الرحمن. طمني كده في اي حاجه عن الاصابات؟ سمعنا ان حسين الشحات خلاص ان شاء الله جاهز. قول لي كده الامور ماشيه ازاي، الامور الطبيه الخاصه باللاعبين الاهلي، الاستشفاء اللي عملوه. احنا قررنا ان احنا ما نروحش من الجنوب افريقيا للقاهره لان احنا عايزين نبقى لعيبه في اكتر شيء مريح بالنسبه لهم في ماتش القطن. قول لي كده عمليه الاستشفاء تمت ازاي قبل ما نسافر، واللعيبه المصابين بيتم تاهيلهم ازاي في جنوب افريقيا والكاميرون دلوقتي. يعني خليني اقول لك في هذا الامر عبد الرحمن كان قرار موفق جدا طبعا من مسؤولي النادي الاهلي واداره النادي الاهلي بالبقاء في جنوب افريقيا استعدادا لهذه المباراه. طبعا انت خضت التدريبات خلال الفتره الماضيه في ملاعب جامعه بريتوريا، واحده من افضل الملاعب او عامه عموما ملاعب جنوب افريقيا. زي ما انت عارف عبد الرحمن بتتميز بجوده الملاعب والامكانيات الموجوده في جنوب افريقيا. طبعا كان تم وضع برنامج استشفائي من قبل مستر مارسيل كولر بالتنسيق طبعا مع رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي الدكتور احمد ابو عبله عن الاستشفاء لمعالجه الاجهاد اللي عانى منه اللاعبين خلال الفتره الاخيره. طبعا بطمنك حسين الشحات شارك على مدار الايام اللي فاتت لكافه التدريبات، وبالمناسبه هو شارك في التدريب الاخير قبل مباراه ماميلي دي سان داونز، ولكن فضل الجهاز الفني وارتقى الجهاز الطبي ان هو يديله فتره راحه اكتر. لكن باكد لك جاهزيه حسين الشحات لهذه المباراه. محمد عبد المنعم جاهز لهذه المباراه، خالد عبد الفتاح، احمد عبد القادر، عمرو السوليه، معظم اللاعبين اللي كانت بتغيب الفتره الاخيره للاصابات باكد لك جاهزيه كافه اللاعبين في النادي الاهلي لهذه المباراة. عبد الرحمن خلاص زي ما قلت ان هي مباراة ماميلودي سان داونز اكيد ليها تأثير نفسي عند اللاعبين، ولكن خلاص اللعيبة قفلت هذه المباراة. يعني اعين اللاعبين دلوقتي بتنصب على مباراة القطن الكاميروني، ضرورة يعني زي ما قلنا بالامس تقديم عربون مصالحة ومصالحة جماهير النادي الاهلي والتمسك بامال النادي الاهلي في الصعود الى المرحلة القادمة من دوري المجموعات، الصعود لدوري من مرحلة دوري المجموعات للادوار لدور الثمانية بيبدا ان شاء الله من مباراة القطن الكاميروني، اللي ان شاء الله اي 11 لاعب هيرتدي قميص النادي الاهلي، اي 11 لاعب هيكون موجودين ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه ويكونوا قادرين ان شاء الله على اسعاد كافه جماهير النادي الاهلي في كل مكان. فاروق الحقيقه يعني مجهود رائع ليك ولكل فريق العمل، ويعني السفر نفسه من القاهره لجنوب افريقيا للكاميرون حاجه عظيمه جدا ليك وللمجموعه كلها اللي معاك الحقيقه يعني. وانا بشكرك جدا على التغطيه دي، تغطيه ممتازه، وان شاء الله تكون التوفيق حلفنا عموما كبعثه نادي اهلي سواء القناه او بقيه البعثه. اللعيبه ان شاء الله كلها جاهزه وعلى اعلى مستوى. حافز مباراه سان داونز ان شاء الله ده هيكون سبب وجودنا في فاينل البطوله دي ان شاء الله يعني.